بس اكلمك برضو على واحد كان مهم جدا ومحور اساسي، مجدي قفشه. مجدي قفشه من اللعيبه اللي انا كنت شايف انها في المباراه هي اللي عملت الفارق مع الشناوي. يعني هي شفت انت ازاي، ونتناقش في الاسلوب الفني. يعني شفت يعني ازاي قفشه؟ اقول لحضرتك ان محمد مجدي قفشه ظهرت في، يعني ظهر تركيزه العالي قوي في كره الهدف، انه انت بتقطع كوره وبتضغط، بتضغط كمان من يعني من نص ملعب الوداد، مش بتضغط في نص ملعبك، انت ضغط متقدم وبتقدر ان انت تستخلص كوره توصل بهدوء اعصاب ان انت تسجلها هدف في بدايه المباراه. ده مش سهل، ده معناه ان اللعيب ده في اقصى، يعني في اعلى درجات التركيز الذهني، ذهنه حاضر مركز عارف هو بيعمل ايه. اعتقد ان دي شخصيه اللعيب اللي يلعب نهائي دوري ابطال افريقيا، دي شخصيه اللعيب اللي يلعب في النادي الاهلي، لانه في لعيبه كتير في مواقف زي دي ممكن ما تحسنش التصرف، لكن محمد مجدي قفشه اجاد في المباراه دي. كمان هو من ناحيه الاداء الدفاعي كان عالي جدا، من ناحيه الاداء الهجومي كان عالي جدا، اعتقد انه قدم واحده من افضل مبارياته منذ انضمامه للنادي الاهلي. وهو كان برضو فعلا زي ما حضرتك قلت محور لعب، لان موسيماني مش بيلعب كور طويله ولا هيلعب بالكره العشوائيه، لا انت هتبني الهجمه من عند حارس المرمى وعلى الارض لحد ما توصل للمنافس بتاعك، او لو الكره مش معاك فانت بتضغط ضغط متقدم وبتعمل الضغط العالي زي ما بيسموه علشان تقدر ان انت يعني تغلط المدافعين بتوع الفريق المنافس بتاعك، وفي نفس الوقت ما تديلوش فرصه ان يدخل نص ملعبك. طيب ده ما بتقدرش تعمله 90 دقيقه، ما فيش فرقه تعمله 90 دقيقه، لكن لما يكون عندك لعيبه مركزه تقدر في كوره زي في اول مباراه دي انك تخلص الماتش، خاصه ان اول المباراه كمان انت عايز توصل احساس للفريق اللي قدامك ان انا جاي اضغط من قدام، اكيد اول خمس دقائق وبعدين هترجع تلتين ملعب. ده يعني بيه المدرب، وده ظهر في من خلال يعني مش هقول اول الخمس دقائق، اول سبع ثمان دقائق 10 دقائق حتى احرزنا الهدف، كان في تقدم واضح جدا ان قفشه بيضغط من قدام على السردباك، كان في حسين الشحات بيضغط ناحيه الشمال شويه، كان اجايب بيضغط ناحيه اليمين، كان في شكل للضغط بشكل جيد جدا. وزي ما بقول لو مجدي قفشه ما عندوش الحته ديت وورا بس 10 متر والسردباك غلط ما كانش حتى هيلحق الكوره، هتبقى صعبه خلاص، خلاص مش هتبقى يعني هجمه، مش هتبقى هجمه، مش هتبقى فرصه خالص، مش هتبقى فرصه ولا هتبقى هجمه، انت هتبقى قطعت كوره او بتحاول ان انت تعطل اللعب. لكن النتيجه كانت واضحه، انا شايف انه يعني تقييم لكل اللعيبه وتحديدا مجدي قفشه وغيره، اللعيبه كلها كانت كويسه، واتمنى انه كمان في مباراه العوده نفس الاداء بنفس القوه كمان على ارضك.